اسمي محمد خميس، قررت أعيش حياتي النهاردة من غير سوشيال ميديا ولا تلفزيون ولا موبايل. النهاردة يبقى في اتصال مباشر بالناس كلها، تعال نشوف يومنا يمشي ازاي. ياه زمان وأيام الشقاوة والتنطيط واللعب. العب يا معلم، انا زهقت بجد، وبعدين مفيش حد من العيال موجوده، وهي الناس متنحالي كده ليه؟ ما تكملش، شوف لك حاجه تانية. اقعد على العزازيه يا معلم، وزي ما الناس بتقول لو لقيت واحد على القهوه لوحده بيشيش يبقى معلم، بس انت ما بتشيش، مش مهم، اقعد وخلاص. يوه، اقول لك حاجه تانية، قوم للشط شويه، والموج والميوات والحواديت. الله، قوم بص. لا 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 لا، تبوظ اليوم ايه؟ اطلع على الجامع في ابو العباس، صلي واقعد في التكييف. اتمشلك شوية كده واستمتع بالجو، وخد أول مواصلة تقابلك وعلى البيت عادي. شوف النباتات الغلبانة دي، تكون الحاجة جابت لك الأكل. كل، يلا انجز. خد بالك هتكتب شوية حاجات على الفيس. ستيك، عاش يا معلم. تجربة حلوة جدا ان انت تعيش من غير تلفزيون، من غير لابتوب، من غير فيس والكلام ده كله، بس انا حسيت ان في حاجه ناقصه. لا، في حاجه ناقصه، في مهما حاولت تبعد عن الدنيا والحاجات، التلفزيون، المزيكا، النت، الحاجات دي كلها، لا، في طاقه جواك، في طاقه في الانسان طبيعيه بيحاول يطلعها في حاجات زي دي.